أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني الجزائري وكذا أخبار الملاعب الجزائرية، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره منتخب الرأس الأخضر المقررة يوم 12 أكتوبر المقبل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. تم اليوم الشروع في عملية إعادة تركيب 2300 كرسي التي تم تحطيمها وتكسيرها في مباراة شباب قسنطينة والنجم الساحلي التونسي برسم تصفيات كأس رابطة أبطال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك تم الشروع أيضا في تهيئة الملعب تحضيرا للمباراة الودية كما قلنا التي ستجمع الجزائر بالرأس الأخضر بملعب الشهيد حملاوي بداية من الساعة 8 من تاريخ 12 أكتوبر المقبل. وكان الناخب الوطني جمال بن ماضي قد أشاد وأعجب كثيرا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة عقب التربص التحضير الذي أقامه المنتخب الوطني الشهر الماضي قبل مواجهته لمنتخب تنزانيا بملعب عنابة. إذا نترككم مع هذه الصور للملعب ومدرجات الملعب، كما تظهر في الصور أيضا أرضية الميدان التي تبدو في حالة جيدة وتبدو جاهزة لتربص المنتخب الوطني وكذا المباراة الودية التي ستقام على هذا الملعب.